عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة له اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصوف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ابن عباس الراودي فهم ربين دلغا ساغار الرجالته نجي غياتكو دوبه ارغما ربي صلى الله عليه وسلم من تره نان جان يا غربا جچوت بكم ساتين سبر سيسا دغي فدو ربي خيتيس ربي ستيسا ربي خيتيس فول در خيتيس ارغتا يرو فلتو رب مغرد يو برغار سبر بادوس رب مرغار غار سبر باد امني ورسي قومني سفيدو ارتي يو وليغان اللي وربي سبر رسمل سفيدو هندن ديني بخ امني ورسي قومني سميدو ارتي يو وليغان اللي وربي اندر سبر رسمل سميدو اللي هندن ديني بخ قلمني الخامت ورقان غوغويد ترميزي تو باباسي حديثي حسن صحيح جان.